بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم يا الله بالمصطفى سيدي الله وبخليلك إبراهيم يا الله وبكليمك موسى سالين خدير وبالصهيب وإسماعيل يا الله وبسليمان نوح يونس اليسع وزكريا يحيى هود يا الله هارون يوسف الياس وادم داود وسلكفل عيسى لوط يا الله ويوسف وبإسحاق وخيرهم من انبياء ورسل لك يا الله وبالملائكة ترا ثم صفوتهم جبريل ثم بميكائيل يا الله وصاحب النفخ إسرافيل خابد أرواح الخلائق عزرائيل يا الله وبالصحابة ثم الأولياء معا والحاملين من الأحبار يا الله وبالصديق وبالفاروق ثم بنورين ثم بسبتين يا الله بمالك ذي المزايا شافي ابي حنيفة احمد المحمود يا الله المحفوظ ثم بعرسك العظيم وبالكرسي الله وبالقرآن وبالتوراة ثم بما داود جاء به وروح يا الله بلغ صلاتي وتسليمي عليه له والآل وصحبه والأزواج الله واسبلنا علينا ربي عافية وهب لنا الخز في دارين يا الله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه لصالحين من الخيرات يا الله واسلك بنا نهج رشد واكفنا سللا ورد لنا الجن والشيطان يا الله وكملا كل ما ننهو ونقصده وهب لنا كل ما نختار يا الله ورد لنا كل ذي صحب وذي حرن ويسرا كل ذي تعسير يا الله طويل لنا عمرنا صحي لنا بدنا وهب لنا الرزق والتوفيق يا الله ودمرا كل أهداء تدر بنا قبل الوصول لنا يا الله يا ودمرا كل أهداء تدر بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله وكلنا عاصما من كل مهلكة ونجنا من بلاء يا دهر يا الله وآفة أهات مخوسة مئان زلزلة سدات والفقر يا الله إهانة قلة مخزلة خلب وفاقة عتس والجوع يا الله وفتنة والوباء والعرق مخرق والبرق مخسرق والكد يا الله حر وبرد ونهب كربات نخام
دلالة الحرج والخم الله وهامة وخطايا دالة زلل والمسخ والقذف ثم القذف الله وخلة المهجنون علة المرد ثم الجزاء ميل ونخزان الله ومن خبيهة الدنيا ثم آخرة ومن فدوهما يلاو يلاو يا من على كل شيء خادر وعلى العرس العظيم استوى بالقهر يلاو إني سألتك خلبا قاسيا متوى ديا وعلما كثيرا نفي يلاو وتوبة خبلت مهمقنة رفعت ما زوجة سلوات بديني الله وتوبة خبلت مهمقنة رفعت ما زوجة سلوات بديني الله وكن مويسا لنا من سر سي حسد محسر فم وسر العين الله وسر سير وسر الخلق انسيمو مهجينهم وسوات سمي الله إني جعلتك في دارين يا سقتي حسن ناسينا فكن ملجأ الله فلا تكلني إلى نفسي فأهلككن مجيبا يعيش ما عدوك يا الله وجل لساني وقلبي ذاكريك من عند الممات مع الإيمان يا الله سبر يقيني في قلبي بلا وجل حتى أهب لخاك الحق يا الله ولجعل الموت راحات ومفرات من كل سر وكرب داخل الله وخفصي الجسم يسرق فارقني في الخبر لا تبلي ينهد دهر الله وكن نسيري أنيسه نما دفنوا جسمي فسرت وهيدا سمى الله لا تتممن مهي ما قد يروهني بل يكفي أن كل ما أخساه يا الله ولأجلي وجميع المسلمين من ولأجلي والدني أمين يا الله ونجني وجميع المسلمين من ونجي والدتي آمين يا الله واغفر لنا ولها واستر مايبنا والتف بنا وبها في الأولياء الله عنها تجاوز ويانا ارحمنا فما لنا سواك وانت البر يا الله في برزق مع خبر كلها وسرا ومن كروب وخوف نجي الله لا تختبرها بما ليست بقادرة ولا تخيب رجاها فيك يا الله واسقنا ماها من ماء كوثر من اخترته من جميل خلق يا الله من كان يرسد ساخين ويهلك سا كفر وينصر من يخساك يا الله محمد مسكيل أخيار خائدنا لجنة الخلد يوم الأسر يا الله محمد مسكيل أخيار خائدنا لجنة الخلد يوم الأسر يا الله عليه سل وسلم دائما أبدا ومن خفوه ليوم الدين يا الله عليه سل وسلم
دائما أبدا ومن خفوه ليوم الدين يلاو عليه صل وسلم دائما أبدا ومن خفوه ليوم الدين يلاو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أديس رنتوا.